أنا الآن يا إخوان وصلت مطار الملك عليا وبدي أطير في الطيارة لتركيا. أول مرة بحياتي يا إخوان أنا بركب طيارة. بدنا نطير في الهواء وبدي لما الطيارة تطير تطلع هيك وتنزل هيك وتطلع هيك وتنزل هيك وترد تطير عشان أنا أشعر بالفرحة. وبدي مطبات الهواء تكون زيادة يعني أكثر. وبدي هيك أتملي شوي هيك مع الهواء. افتح يا سمسم. بدي بس الطيارة ان شاء الله تبقى الطيارة كمان من الموديل القديم بدي اياه احسن شيء لان انا بحب الموديل القديم. اذا جديد بديش اطلع فيها. بدي اجل السفرية. طبعا ان شاء الله راح يصور في الجو. طبعا معي الصديق حامد السلوادي من سلواد الاصل لكن هو موليد الاردن. بيشتغل في المطار هان بالفي اي. طبعا ما قصر معي ولا عملت اشي هو سلك لي كل الامور. والله مقصرين معي. والله انك اصيل يا ابو حميد. حبيبي الله يعطيك العافيه يسعدك ان شاء الله توصل بالسلامه وتروح بالسلامه. حبيبي يا كبير. ما نطلع لفه بالسياره هاي. يلا بسم الله مشينا. يلا طلعنا لفه هيك الشنطه هان. هلا شو الاخبار؟ كيف حالك؟ من وين انت؟ من الاردن. على راسي والله متشرف. كيف حالك؟ والله الحمد لله. والله ماسك صوره. انت من وين؟ هاي لفه قبل ما نطلع بالطياره. يا سلام يا سلام يا الهي ما هذا. أول مرة بشوف الطيارة عن قرب. أول مرة بشوف الطيارة والمطار أنا. يا الله يا إلهي ما شاء الله ما أكبرها. مع كل هيدا تطير فينا في الجو يا إلهي. لازم أحطوني أنا جنب الشباك. أنا أخذ جنب الشباك عشان أصور. إنها عملاقة. ما شاء الله المطور تبعها كدرنا. يا سلام يا سلام. المشكلة إنه السيارة هاي فيش فيها زمور. شوف وين بكينا غاد غاد. إحنا ولفينا احنا كنا غاد ولفينا هان. يا الله والله بعيدة عن جد بعيدة. هاي السيارة شاصي طويل. بدي افرجيكم اكبر طيارة طبقين هالكيت بس تنزل. فرجيكم اكبر طيارة طبقين هسا بس تنزل. اجت ما شاء الله ما شاء الله. هاي اجت اكبر طيارة. هاي اكبر طيارة ركاب بالعالم. هاي اكبر طيارة ركاب بالعالم ما شاء الله. A380 هاي نوع الطيارة. ايش هي؟ A380 هاي ما شاء الله طبقين بتوسع 500 راكب ما شاء الله. هاي الأناكوندا بالنسبة للطيارات يعني هاي أضخم طيارة بالعالم زي أضخم أفعى بالعالم الأناكوندا الخضراء. شوف كيف مشى الشفير على الخط بالضبط. صح؟ الا ما يطلع انه شوي بس بالنهايه لازم يضلوا على الخط عشان تصف بالضبط عند البوابه. نعم هاي فيها الكيت ما شاء الله 500 راكب تقريبا. نعم ما شاء الله. ما شاء الله عن جد انا اول مره بحياتي بشوف الطيارات بشوف طياره ضخمه عن قريب يعني. يلا ما
النزول الى الطائره. مطبات الهواء كيف؟ الحمد لله اني شفتك على الطبيعه. جد ليش؟ كان نفسي دائما اني اشوفك وقابلك. باسي يا عم جمال العمواسي، فخر فلسطين، ملك خبير الافاعي. هاي كمان طياره طارت. المشكله مش فيها حياه يعني. لا انا طلبت على الشباك 14K، هاي رقمي 14K، هاي وين انا عندي الشباك، عندي الشباك انا هاي. يلا يا الهي وانا جنبي، تعالوا جنبي تعالوا، وانا الان عندي الشباك وهذا جناح الطائره التي ستطير. يا الهي ما شاء الله الجناح ما اطول، وبقيت افكره قصير انا. شايف الجناح بده يطير قبل ما الطيارة تطير. نشكركم لانتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. لكن المطبات سهلة. والآن بدأت الطائرة بالارتفاع. يا إلهي ايش هالبشر هذا. والآن بدأنا بالطيران. يا إلهي من منظر جميل. صوت العجال لما سكروا. شكلك خبرة في الطيران. خبرة في الطيران أنا. هاي العجل التالت سكر، اظن يضل اخر عجل اللي ورا الحين، بس صوته بخبط. اللي ورا مين اللي بخاف اللي ورا عشان له في الديل بس حلو بعد واحد. شوشت الكاميرا عندي. الان نبدا بالارتفاع عن الارض. ايوه لا هو هيك بعد. اه هو بعرف. لا بس في واحد صغير من الجناح. لسه بتطلع طلوق، بدها فترة. قديش مرتفعين على الأرض احنا؟ لسه الطيارة بتطلع وبترتفع. يا الله ما أجمل الطيران. أول مرة بحياتي أحب الطيران لأنه جميل. نفسي أصير طيار والله. لازم أنا أقدم لرخصة الطيران عن جد. إشي جميل. نفسي أطلع أقعد على الجناح يعني هيك برا، أحط كرسي بتجنن. احنا فوق الغيم، بطل يبين اشي. احنا فوق الغيوم. هاي الخرطة. الارتفاع 10500 كيلومتر يا حبيبي. السرعة الأرضية طبعا. الآن ستبدأ الطائرة بالهبوط. لسه فوق الغيم. لسه احنا فوق الغيم. الغيم مبين وكأنه جبل. الآن دخلنا الغيم. هيك احنا دخلت الطيارة الغيم وبدها تنزل تحت الغيم. شو هذول اللي طلعوا؟ تخفيف السرعة بجوز هذول.
البحر والسفن. يابا شوف في بواخر في البحر، البحر مبين عليه طالع طلوع. أنا من أول مرة طريت صرت خبرة، شايف الجناح لما بنزل لتحت هيك عملية الهبوط، شايف أنا مصلي أنا مراكب الجناح من أول ما طلعت، مش مفلته لجناح الطيارة. قلت لما بنزل هيك لا تصير هبوط، هاي عملية هبوط. ألمان إلى المطار. بلشت الأرض، شايف؟ يا سلام، احنا فوق تركيا. ايه هذا وصلنا. صلنا الأرض. يا إلهي سنصطدم بالأرض الآن. ونزلنا من الضفة. والآن لامست الأعجال. يا ساتر لامست الأعجال. يا ساتر. والآن هبطنا إلى الأرض. يا إلهي انظر إلى الجنحان. وهبطنا اخيرا الى الارض. هذا كلب، هنا كلاب الكنجل والمهجن على الكنجل بالشوارع زي كلاب البلد عندنا. مرحبا معلم، هذا مبندك على الكنجل بالشوارع بتركيا.